مرة تانية بنرجع ليه حضراتكم وبنرجع ليه أخبارنا وفقراتنا. بتسابق الدولة الزمن لإنجاز المشروع القومي للصوامع اللي بيستهدف تخزين نحو 4,200,000 طن بحلول عام 2020 لتودع مصر عصر الشون الترابية اللي كانت بتتسبب في فقدان نحو 15% من الغلال. بيعد المشروع قفزة كبيرة نحو حفظ الغلال، وكانت صومعتا إمبابة والإسكندرية والصوامع الموانئ بتستوعب في حدها الأقصى 250,000 طن، لكن المشروع القومي ضاعف هذه الكمية لتصل حاليا إلى 1,200,000 طن زي ما قلنا. خلينا نشوف تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي. الشونة دي كانت خراب على الأمن، ترابية، وكان نسبة الفائت فيها كتير جدا من 10 ل 15%. الصوامع اللي بتحافظ على الغله لدرجه ان هي بتخلي الفاقد بتاع الغله زيرو، مجهزه كلنا وجزئيا للحفاظ على الاقماح، مربوطه بلوح شغاله الكتروني. مشروع زر فيه لا يقل عن 600 عامل، 600 عامل احنا بنفتح فرص عمل لاهالي المنطقه المجاوره. أحدث التكنولوجيا الموجودة في العالم مطبقة حاليا في الصوامع في مصر. دي لوحة التحكم اللي من خلالها بقدر أتحكم في المنظومة كلها. قد نصل بإذن الله تعالى إلى 4.2 مليون طن في 2020 بإذن الله تعالى.